مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أعود مع حضراتكم للحديث عن الملف الروسي وتحديدا ما يتعلق بالانتخابات الروسية. أعود مرة أخرى للترحيب بضيفي عبر سكايب من روسيا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار، بعتذر عن الإطالة، وربما أريد أن أسألك، يعني إحنا بنتحدث عن أن في 4 مناطق سيطرت عليها روسيا في أوكرانيا. هذه المناطق يعني كما فهمنا ستكون داخلة أيضا في الانتخابات الروسية، وسيصوت فيها المواطنين في هذه الانتخابات. دلالة ذلك دكتور عمار؟ فيما يتعلق في هذه المناطق، يعني لا ننسى أن هناك يعني جرى استفتاء، يعني استفتاء شعبي في تلك المناطق الأربعة، والتي صوتت يعني بشكل يعني واضح جدا ومميز للانضمام يعني لروسيا. والآن هذه يعني المناطق تعتبر جزءا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية، وهذه هنا يعني تعتبر نقطة الخلاف وعدم التوافق. ممكن القول يعني الغربي بأنه نوعا ما انتهاكا للسياسة، لكن هذا أيضا يعني يخضع للقانون يعني الدولي بحق تقرير المصير. يعني هذه المرحلة أو هذا يعني هذه الانتخابات الأولى لسكان تلك المناطق، باعتبار أنه يعني نوعا ما من الشعور يعني بهذا الانضمام، وأنهم باتوا أيضا جزءا من روسيا، والتي لطالما يعني تاقوا للوصول إلى هذه المرحلة بعد يعني معاناة طويلة منذ عام يعني 2014 بعد انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا. فلذلك يعني نحن الان على اعتاب يعني مرحلة اخرى، وممكن يعني القول هنا بان كل ما جرى يعني حتى من عملية يعني انضمام هذه الاقاليم هو نتيجة كان يعني للاخطاء الاستراتيجية الغربية، والتي من خلالها رفضت الولايات المتحدة يعني والمنظومة الاوروبية بداية تطبيق اتفاقية مينسك، وثانيا عدم خوض يعني المفاوضات فيما يتعلق في الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا قبل بدئها بالعملية العسكرية في أوكرانيا. فلذلك يعني هذه المرحلة بالنسبة لتلك المناطق هي تعتبر يعني مهمة ولروسيا أيضا، وهي خطوة يعني خطوة إلى الأمام فيما يتعلق في مستقبل روسيا في يعني في المعادلة الدولية. طيب دعني أذهب معك إلى الولايات المتحدة الأمريكية دكتور عمار، وتعلم بالتأكيد يعني كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الانتخابات الروسية، ولكن هل هناك أي تخوف بشكل أو بما أن يكون هناك أي هجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الانتخابات، خاصة أنه على الجانب الآخر وزارة الدفاع الروسية كانت قد تحدثت هي والاستخبارات في وقت سابق أنه حدث يعني في وقت سابق هجمات إلكترونية أمريكية؟ باعتقادي أن المسألة هي واردة جدا، وهناك يعني أيضا تحذيرات يعني واسعة في الداخل يعني الروسي في الحفاظ على المنظومات يعني المنظومات الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق يعني منها بالانتخابية. طبعا يعني اليوم الولايات المتحدة معنية يعني في التأثير في الداخل الروسي، وخاصة في هذه الانتخابات، وباعتقادي النقطة الذين يعني سيحاولون من خلالها الإخلال يعني بالانتخابات، وهي تقليل يعني نسبة المشاركة السياسية في هذه الانتخابات، ليقوموا يعني بالتعليق ما بعدها بأنها غير شرعية ولم تستوفي يعني هذه المعايير. لكن بغض النظر يعني هناك فئات يعني تعمل وأجهزة للحفاظ يعني على هذه المنظومة الإلكترونية، والهجمات الإلكترونية يعني تعودنا عليها هنا من قبل الولايات المتحدة، من قبل أوكرانيا ودول أخرى، وهي تعتبر يعني من إحدى الأسلحة الواردة والمستخدمة يعني في عصرنا الحالي. صحيح. لكن يعني نأمل أن تكون هناك يعني أجهزة دفاع مساوية لهذه الهجومات. نعم، أنا طبعا دكتور عمار، هل ما زلت معي؟ نعم أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل. الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، كنت ضيفي عبر سكايب من روسيا. شكرا جزيلا لك يا دكتور.